السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين واعزائي المشاهدات في هذا الفيديو اللي غادي يكون ان شاء الله هو الجزء الثاني ديال العروض اللي غادي تكون عند مرجان. فكيف شفتوا في القناة تقريبا البارح شاركت معكم الجزء الاولاني من العروض اللي غادي تكون حتى ان شاء الله حتى 12 جونفي، فهذا هو الجزء الثاني حيت كيكونوا دايرين جوج كاتالوغات. فهذا الكاتالوغ الثاني ان شاء الله حتى هو غادي نحاول نركز لكم على اهم العروض مع بعض النصائح بالنسبه للناس اللي كاينين في كازا. فقبل ما نبدا بخيزونطاسيون ان شاء الله ديال هاد العروض، كنبغي دائما نشكركم على التعاليق ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، والناس اللي كيعطيونا ايضا الاراء ديالهم في شي حاجه اللي هما خداوها، حيت الاراء ديالهم اعطائهم الاراء ديالهم فكيعطيونا التجربه ديالهم سواء بالايجاب او بالسلب. وهكا بزاف ديال الناس يستافدوا منا وما كيتصيدوش مثلا الا بغاو ياخذوا شي حاجه. وكنرحب بالناس الجدد لاول مره كيشوفوا القناه ديالنا، فمرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا الجرس وتشاركوا معنا حتى ان شاء الله ديما كاين الجديد. غادي نبداو على بركه الله نشوفوا شنو كاين معنا. اول حاجه فكاين معنا واحد عصارة ديال القهوة. فبالنسبة لهاد العصارة ديال القهوة هادي فراه كتخدم تقريبا كاع لي كابسول، حيت كتخدم بالصغار وبالكبار، وكتخدم ايضا حتى بالقهوة على شكل غبرة. بالنسبة للثمن ديال هادي راه دايره تقريبا 1000 درهم، وفيها لوينات اخرين، فيها ايضا الكحل وفيها ايضا حتى الاحمر. فهادي راه كندير تقريبا شي 23 فريال، خلاوها دابا غير ب1000 درهم، يعني ب20 فريال. كاين معنا ايضا هاد الغلاية الكهربائي ديال دينو اللي داير تقريبا 300 درهم، هذا ديال لينوكس. وكاينين هاد الاخرين هذا بحال هذا دابا ديال لام جي اس، اللي هذا اللي كتشوفو هنايا على اليمين في ايترو 800، فهذا داير 100 درهم، حتى هو ديال لينوكس. وكاين هذا ايضا ديال دينو في ايترو 700، فهذا داير تقريبا 200 درهم، يعني 4000 ريال. كاين ايضا هاد الآلة اللي كتسخن لي طوست أو مسمن صغير، فهادي تقريبا دايره 330 درهم، يعني 6600. لا مارك ديالها ديال طوغيس. ومثلا كاين بحال هاد بحال الشكل دابا اللي كنشوفو هاد طوندوز، فهاد طوندوز هادي كاتبين عليها بما سيبر بروم. حنا غادي نشوفو الثمن ديالها. فبالنسبة للثمن ديالها تقريبا دايره واحد 240 درهم، يعني دايره 4800 ريال، و تيقول لك بما هي راه كتشد تقريبا واحد 40 دقيقة. فكاينه واحد طوندوز اخرى تقدروا تلقاوها غير ب 80 درهم ولا ب 100 درهم مثلا في كراج علال، سميه ديال اش تي سي، فهذيك كتشد اكثر منها، وكتشد اكثر منها تقريبا في الباتري، يعني كتوصل شي ساعه ولا ما شارجيتوهاش تبقى شاده الشارج ديالها. وثمن ديالها قليل، يعني دايره 100 درهم 80 درهم. فالحويجات اللي تيكونوا زوينين هما بحال الشكل هذا، بحال هنايا هاد الشامبون ديال لو بيتي مارسي، هما جوج دايرين تقريبا واحد 33 درهم، يعني 660. واحد كتاخذو واحد تيتقام عليكم فابور، بحال هاد جيل دوش ايضا بجوجهم دايرين 30 درهم، فيهم تقريبا 250 ميل في الواحد. جيل دوش ايضا ديال دوف اللي داير 30 درهم، فيه تقريبا 500 ميل، يعني نص سيترو. فكاين بحال هاد العروض هادو اللي تيكونوا في مرجان كتاخذ واحد وواحد كيتقام عليك فابور، فهادوك عروض زوينين. كاينين ايضا بحال هاد العروض ديال الماكياج، فهنايا مثلا كاين هاد الباك هذا. فهاد الباك هذا كيف كتشوفوا هنايا فيه، فهذا فيه كيف شفتوا فيه دي ماكيون، ايضا فيه سوان جوغ بالنسبة للبشرة الجافة، وكيجي معاه واحد لاتروس. فهادو كاملين تيديرو واحد 920 ريال. كاين ايضا الماسك، وكاين ايضا هاد بحال هنايا سوان كونتور دزيو، وكاين سوان دونوي اللي دير تقريبا واحد 740. وكاين ايضا هاد لونتي ساغن اللي دير تقريبا 1400. وكاينين ايضا حويجات اخرين بحال هادو اللي غادي نشوفو دابا. فكاينه واحد ماسكارا وقلم ديال مايبلين. بالنسبه لهاد الماسكارا وهاد القلم فرا دايرين تقريبا واحد 83 درهم، يعني 1660.
وكاين ايضا الغوجا لافخ ديال مايبلين اللي دير تقريبا 70 درهم، يعني 1400. هنايا كاين واحد المصلوح ديال دينو اللي كيخدم ب 2200 واط، الثمن ديالو دير 150 درهم. كاين عاوتاني واحد لاسبيراتور سون فيل، يعني كتخدم بلا كابلي، فيها جوج ديال لي فيتاس، بالنسبة للشارج ديالها كتشد حتى ما بين ساعة وساعة الا ربع. هادي كيف قلت لكم راها سون فيل، وبالنسبة للثمن ديالها راه دايره تقريبا 700 درهم، يعني 14 ريال. كاين ايضا معانا آلة ديال التصبين ديال دينوا سومي اوتوماتيك، فبالنسبة لهادي راه 9 كيلو، وكدير تقريبا واحد 900 درهم، يعني 18 ريال. وكاينة ديال 11 كيلو اللي كبر منها شوية، فكدير تقريبا واحد 25 ريال. وكاينة هادي ديال سيارة ديال 10 كيلو، فهادي تقريبا دايره واحد 26 ريال. وكيف شفتوا في الجزء الاولاني فراه ديجا كانوا آلات تصبين اوتوماتيك بحال هذا الشكل، فكاينه هذه تقريبا دايره 2000 درهم، وديال 6 كيلو ديالها هذه اللي دويت لكم عليها دابا ديال 7 كيلو، وكاينه ديال 6 كيلو اللي دايره تقريبا واحد 2 اولا 38 ريال، يعني بيناتهم واحد 100 درهم. كاينه هذه ايضا ديال بيكو اللي دايره تقريبا 58 ريال ديال 7 كيلو، وبالنسبه لها هي دابا هذه في الكري، وبالنسبه اللي في الابيض فراه دايره تقريبا واحد 50 ريال. يعني بالنسبه غير اللون كاين اختلاف ديال اللون، فكتلقى واحد الثمن اللي مختلف بزاف بيناتهم 8 ريال. فكاين وحدين اخرين على هذا الشكل هذا ديال ال جي 7 كيلو، دايرين تقريبا 4000 درهم. هادي ديال اخ شيخ ماخطا حتى هي 4000 درهم، 8 كيلو. وهادي ديال سامسونج حتى هي راه دايره ديال 8 كيلو دايره تقريبا واحد 78 ريال. فبالنسبه للناس اللي كاينين في كازا فيمكن لكم تمشيو للكراج علال، غادي تلقاو واحد الاثمنه اللي طايحه بزاف على هادشي اللي كتشوفوه هنايا. وكاين ايضا ماركات كثيره، يعني عندكم فين تختاروا، وبالنسبه للثمن راه ديما كيكون طايح. وبالنسبه للناس اللي كيخافوا يقول على حساب مثلا مرجان فيه لا غارونتي، فبالنسبه لهذوك الناس حتى هما عندهم لا غارونتي كتبدا تقريبا من عام، غير نتوما فاش بغيو تقداو واحد الحاجه فضروري ما تسولوا على لا غارونتي، وهما كيعطيكم واحد الكتيب كيكون مع هذيك لا ماشين اللي غادي تاخذوا، وضروري ما كيكون في واحد عام ديال الغارونتي. فبالنسبه لهنايا كاينين معنا هاد لي شوفو ديال الضو، كاين ايضا ديال الكاز. فبالنسبه لهذا ديال الضو راه غالبا ما تيكون دائما ارخص من ديال الغاز. هذا ديال الضو مثلا هنايا ديال 30 لتر ودير 1000 درهم ديال كاندي، يعني 20 ريال. وبالنسبه ديال 50 لتر كيدير عندهم تقريبا 23 ريال، يعني بيناتهم 3000 ريال. وكاين هادو ديال الغاز مثلا هذا ديال جانكير او لابوش، فكيديروا تقريبا واحد 2000 درهم، وغير 6 لتر. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا بحال هاد الماركات هادو فكياخذوهم بونو كازيون باش كيتقاموا شويه رخص. بالنسبه للناس اللي كتسول على الكونسوماسيون ديال الضو بالنسبه لهاد الشوفو ديال الضو، فراه كتجي شويه الكونسوماسيون طالعه تقريبا بواحد 100 درهم زايده في الشهر، ولكن بالنسبه للناس اللي تيعرفوا مثلا كيفاش يخدموا به، ف مثلا ملي كيبغيو يخدموا به كيكونوا طافين جميع الاجهزه الاخرى من غير الثلاجه، فتيجيهم شويه ناقص في الضوء، ما تيغسلوش به مثلا المعان، وما تيخليوش مثلا
يعني داك الضو كيتسهلك بزاف، مثلا الا كانوا الدراري صغار شي يخدموا الماء سخون بزاف، هذا كيخدموا غير في الوقيته اللي تيحتاجوه. بالنسبه لهنا كاينه واحد الثلاجه ديال دينوا اللي دايره تقريبا 2200 درهم، وكاينه هذه ديال كاندي 290 يورو دايره تقريبا واحد 52 ألف ريال. بالنسبه لهذيك ديال دينوا راه فيها تقريبا 300 يورو، وهذوك راه كيديروا الثلج. بالنسبه لهذو اللي ما تيديروش الثلج ديما في مرجان تلقاوهم طالعين في الثمن، فكاينه هذه ديال سياره دايره تقريبا واحد 66 ألف ريال، وهذه ديال ال جي دايره تقريبا واحد 114 ألف ريال او 112 ألف ريال، وكاينه هذه ديال بوش اللي دايره تقريبا واحد 112 ألف ريال ديال 365 يورو. بالنسبه لهنايا كاينه معانا واحد لابلاك ديال بلاك او لا طابل كويسون د غاز فيها 5 ديال الريوصه ديال اختيغ ماختا، الثمن ديالها دايره 1500 درهم، يعني 30 ألف ريال، فيها 75 سنتيمتر في العرض ديالها، وفيها 5 ديال الريوص. وكاين هذاك الفران ديال الغاز ديال سياره كيف شفتوا هنا في الصوره، دير تقريبا واحد 46 ألف ريال، وفيه حتى هو 5 ديال الريوص ديال الغاز. كاين معنا ايضا هذا الفران هذا ديال الكوزينات اللي كيدير تقريبا واحد 36 ألف ريال. بالنسبه لهنايا فكاين معنا واحد بلا ديال التقديم، طبق التقديم ديال الزاج فيه 3 ديال الطاجيرات ديال 120 درهم. وبالنسبه لي زاسيات فاصغر وحده فيهم هادو اللي كتشوفوا دايرين تقريبا 15 درهم، بالنسبه لديال 28 سنتيم راه دايره تقريبا واحد 30 درهم، يعني 600 ريال. فالصغيره فيهم دايره 300 والكبيره فيهم دايره تقريبا 600 ريال. بالنسبه لهاد الطبق التقديم الصغير ديال الزاج فراه داير تقريبا واحد 23 درهم، يعني 460 ريال. بالنسبه لهنايا كاين معنا واحد البلا على شكل حوته، بلا بواسون، فيه تقريبا واحد 36 سنتيمتر، الثمن ديالو داير 500 ريال، هذا راه ديال الزاج. بالنسبه للكيسان فكاين هذا العرض ديال 6 ديال الكيسان اللي كيجيو ملولين على الشكل، دايرين 60 درهم، يعني 1200، هادو غير 6 الكيسان. كاينين هادو 12 كاس اللي كيجيو منقوشين، فهادو دايرين 50 درهم، يعني 1000 ريال. وكاينين هادو ايضا حتى هما منقوشين 6 ديال الكيسان دايرين 600 ريال. ومن بعد كاينين هاد الاخرين هادو 12 كاس اللي كيجيو ملولين على الشكل، فهادو راه كانوا دايرين لهم تقريبا شي 300 درهم، وخلاوهم في هاد التخفيض هذا، خلاوهم غير ب 80 درهم، يعني 1600، نقصات فيهم شي 73%. بالنسبه لهنا كاين معنا هاد لي بلا ديال الفور فيهم 20 سنتيم، فهادو ديال البديع ودايرين تقريبا واحد 480 ريال. وهنايا كاين ايضا واحد البلا ديال الفور مديكوري على هاد الشكل ديال 19 سنتيمتر داير تقريبا 680، وديال 22 سنتيمتر فدير تقريبا 900 ريال. بالنسبه لهنا فكاين معنا رونجمون كويزين اللي فيه 3 ديال ليطاج، وفيه ايضا 4 ديال الرويض، فكتقدروا تحركوه بسهوله، فهذا ديال البلاستيك، والثمن ديالو داير تقريبا 80 درهم، يعني 1600 ريال. بالنسبه لهذا فيه حتى هو 3 ديال لي نيفو، هذا ما فيهش الرويض، هذا داير 70 درهم، يعني 1400 ريال. ايضا كاين هذا حتى هو ديال 70 درهم، يعني 1400 ريال. وهنايا كاين معنا مقراج اولا براد ديال الزاج اللي كيهز تقريبا نص سيترو داير 70 درهم، 1400. وكاين هذا ايضا كيهز تقريبا واحد 700 شميل، ومعاه 4 ديال لي طاس، هذا داير 50 درهم. وما تجربوش ديروه فوق العافيه حيت تقدر تدوب لكم اليد ديالو. وفيه واحد الشبكه الوسط على حساب مثلا بغيتي ديروا فيه العشوب. من بعد غادي نمشي نشوفو كاينه معنا واحد الطرموسه ديال الايترو اللي هي هذه في الصوره، فهذه دايره 40 درهم،
من قبل كان ديرها عندهم 80 درهم فتنقصت في واحد 50%، دابا دايره 40 درهم يعني 800 درهم. كاين هاد البواط كونسيرفاسيون اللي دايرين 300 اللي في كيهزوا تقريبا 380 ميل يعني اقل من السيطره دايره 20 درهم، وكاينه هذه العلاج الشكل هذا ديال 330 ميل اللي دايره 320 ريال. بالنسبه ديال الايترو و600 راه دايره عندهم تقريبا واحد 400 اولا 560، وديال جوج ايترو 200 ميل فراه دايره عندهم 640 ريال. هنايا بواطا بان اولا صندوق ديال الخبز داير 50 درهم يعني 1000 ريال. بالنسبه لهنا المقالي كاينين ثلاثه ديال المقالي دايرين 100 درهم، فالمقالي بادين من 18 سنتيم وكاينه ديال 22 وكاينه ديال 26. هنايا اربعه ديال ليمول ديال الحلوى فدايرين 100 درهم، وغادي نشوفوا كاينين معانا واحد خمسه ديال الكاسرولات اللي دايرين تقريبا 180 درهم يعني 3600 ريال، وكاين واحد ثلاثه ديال الكاسرولات اللي دايرين 80 درهم يعني 1600 ريال. من بعد كاينه معنا واحد كريبيير كيف كتشوفوا هنايا، فهاد الكريبيير هادي فيها 22 سنتيمتر دايره 720 ريال اولا 700 فعلا 720 ريال، وكاينه مقله بالغطاء ديالها ديال الزاج اللي دايره 70 درهم ديال 26 سنتيم. بالنسبه ديال 30 سنتيم راه دايره 90 درهم يعني هادي دايره 1400 واللي كبر منها دايره 1800. وكاين هاد المقله هادي اللي فيها 22 سنتيم دايره 60 درهم 1200 ريال، وكاين وحدين اخرين كبر منها. فهنايا كاين هاد الفران هذا ديال تركيا ديال ليم جي اس، فبالنسبه لهذا كيخدم ب 1300 واط ما كياكلش الضو بزاف، وهذا داير 45 ايترو هذا داير 600 درهم. وبالنسبه لديال 36 ايترو اللي صغر منه فتيدير عندهم 10000 ريال يعني هذا داير 12000 ريال 45 ايترو، وديال 36 ايترو داير 10000 ريال. هنايا كاين ايتيمات، ايتيمات حتى هو ديال تركيا، هذا 60 ايترو كيدير 1000 درهم، ودير 50 ايترو كيدير 800 درهم. فبالنسبه لا لاحظتوا راه بيم كيجيبهم بقل، كيجيب هذاك اللي فيه الفرفاره وايضا فيه البولا كيجيبو غير ب 750 و تيكون حتى هو 50 ايترو اولا 60. وبالنسبه لمشيتو للكراج على راه غادي تلقاو اقل، بالنسبه للناس ديال كازا فيمكن لكم تمشيو للكراج على غادي تلقاو اثمنه احسن. هنايا واحد روبو ديال الترموميكس ديال طوغيس ما غاليش دير غير 1,060,000، ما عرفش انا علاش كنوريكم بحال هذا. فهنايا كاينه معنا ايضا واحد عجانه ديال دينوا هذه دايره عندهم 1300 درهم يعني 26000 ريال ديال 5 يترو، وغادي تلقاو واحد الموديل بحال هانيت غادي تلقاوه دايره عندهم غير 12000 ريال 600 درهم. فهادي موديل اس ام 392 وكاينه اس ام 290، فغادي يكون فيهم واحد الفرق غير شويه ديال مثلا ديال الصداع. فبالنسبه للعجانات الناس اللي جربوهم كيقولوا كيكون فيهم صداع، الا كانت عامره بزاف راه ما تيكونش فيها صداع بزاف، الا كانت فيها داك الخليط قليل فتيكون فيها صداع اكثر. هذه كيف قلت لكم 26 وكاينه واحده اخرى دايره 12000 ريال. وهنايا كاينه هاد عجنه ديال الام جي اس، بالنسبه لهادي تايار 4 ايترو وفيها ثلاثه ديال لي فيتاس كيعطيكم معها ثلاثه ديال الكروشيات باش كتخدموا، فهادي دايره 400 درهم. من قبل راه كانت دايره 600 درهم يعني تنقصات فيها 200 درهم، كاين واحد التخفيض ديال 33%، دابا الثمن ديالها ولا 8000 ريال. هنايا كاين واحد الهاشوار ديال بوش بالنسبه للناس اللي كتبغي تصايب الكفته في الدار، فهذا داير 700 درهم. لا مارك ديال بوش ماركه معروفه كتصبر بزاف. وهنايا كاين عاوتاني واحد الباتور اللي فيه 5 ديال لي فيتاس ديال دينوا، هذا داير تقريبا 180 درهم كيخدم غير ب 400 واط، 180 درهم يعني 3600، وكيجي معاه واحد الغطاء اللي كيحافظ على داك الكابلي ديالو والريوسه ديالو. والثمن ديالو كيف قلت لكم راه داير 3600 ريال.
من قبل كندير عندهم ب 200 درهم، يعني 4000 ريال، يعني تنقصات فيه واحد 20 درهم. غادي نمشي نشوفو، كاين ايضا واحد الميكسور بحال هذا اللي كيجيب ايضا بيم، فهذا دير عندهم هما 250 درهم ديال دينو، فيه خلاط وفيه ايضا هاشور، فهذا دير عندهم هما 250 درهم، يعني 3000 ريال، 5000 ريال عفوا. بالنسبه لهنايا فكاين كيف كتشوفوا ايضا طحانات، فكاين هذه ديال الام جي اس دايره 110 درهم، 2200، وكاين هذه ديال دينو اللي على هذا الشكل دايره 4000 ريال، وكاين هاد الاخرين هادو فكاينين ديال 6000 ريال ديال كينوود وديال دينو. فبالنسبه لهذه ديال دينو اللي كتشوفوا هنايا على اليسار فراه فيها هاشوار. وبالنسبه لهنايا كيف كتشوفوا راه كاينه هاشوار ديال دينو بوحده دايره 200 درهم، وايضا عصاره ديال الليمون دايره 240 درهم، يعني 4800 ريال. هنايا واحد لابلاك شوفونت اللي دايره تقريبا 150 درهم، تقدروا تلقاوها غير 110 درهم ولا 100 درهم. وبالنسبه لهنايا فكاينه هاد اله الطهي بالبخار ديال لينوكس، ماشي ديال البلاستيك بحال اللي كيجيب بيم، فهادي دايره عندهم ب 500 درهم، يعني 10000 ريال. كيف قلت لكم هذيك دراها ديال لينوكس. بالنسبه لهنايا كيف كتشوفوا في الصوره، فكاين هاد التلفازه ديال الام جي اس، فعندهم جوج ديال لي مارك، فكاينه هادي ديال 26000 ريال، وكاينه وحده ب 24000 ريال. فبالنسبه لهاد التلفازه هادي راه ماشي سمارت. فبالنسبه للسمارت فكاينه عندهم هادي ديال طومسون اللي دايره تقريبا 36000 ريال، وكاينه ايضا هادي ديال 40 بوص اللي دايره 40000 ريال، فيها ريسيبتور انتجري. وبالنسبه ايضا للتلفازات ف كيف قلت لكم من قبل، فكراج علال فيه محلات كثيره وعندهم دي مارك كثار وعندهم حتى الاثمنه مزيانه، ولا غارونتي حتى هي راه كاينه عندهم. هنايا بالنسبه للناس اللي كيصونون على البيسيات اللي كيكونوا في مرجان، فالبيسيات دائما في مرجان تيكونوا طالعين في الثمن. فمثلا اي 5 غادي تلقاه داير 6000 درهم ولا 6000 و 200 حتى 6500. فمثلا الناس اللي كاينين في كازا فيمشيو لدرب غلف، راه كاينين المحلات اللي كيجيبوا جديد بكارطونه ديالهم مسدود وغارونتي عام، وتقدروا تاخذوا معاه حتى الشكاره. غنعطيكم غير مثلا واحد الثمن، ف اش بي اي 10 داير عندهم 6500 درهم، يعني 110000 ريال، وجديد لا غارونتي اللي فيه في عام، وكيعطيكم معاه ايضا حتى الشكاره ديالو. فالثمن هذا ما غاديش تلقاه في مرجان ولا في ميكرو شوا ولا في سيركو. فبالنسبه للبيسيات الناس اللي كاينين في كازا فما عليهم غير بضرب غلف، راه كاينين الناس اللي كيتقوا الله وعندهم اشمنه زوينين والتعامل ديالهم زوين. فهنايا كاينين ايضا هاد السيبورات ديال الهاتف، بالنسبه لك تشوف في السياره ديالكم، فهاد السيبوره فيها العيار، فكاينه ديال 40 درهم وكاينه ايضا ديال 50 درهم. وهنايا ايضا كاينه هاد السيبوره هادي ديال التليفون، وفيها ايضا شارجور سون فيل، فهادي دايره تقريبا 170 درهم. فاخر عرض كاين معنا كاينه هاد الساعه الحائطيه اللي دايره 30 درهم، يعني 600 ريال، وبالنسبه للقطر ديالها راه فيها 30 سنتيم. تنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف في البريزونطاسيون ديال العروض، ونتمنى ان شاء الله تكون النصائح ديالي وصلاتكم وديروا بها، حيت هاد القناه هادي دارت باش كلنا حنا نستافدوا، وكيف كنقولوا استهلك بلا ما تهلك. تنتمنى ايضا ما تبخلوش علينا بلي لايك والتعاليق ديالكم والتشجيعات ديالكم اللي بيهم حنا كنزيدوا القدام، والناس اللي عندها شي راي في اي منشوج فيعطيوه لينا باش حنا نستافدوا من التجربه ديالهم. وكنرحب بالناس الجدد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالنا، مرحبا بكم كاملين. فهذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في الفيديو القادم احسن صحه وعافيه. تبارك الله عليكم.